بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا بفضل الله عز وجل في الكلام عن أشراط الساعة، عن كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى تشارك المرأة فيها. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. رواه الإمام أحمد. أول شيء، شو معنى تسليم الخاصة؟ شو يعني يا عبد تسليم الخاصة؟ يعني بصير الإنسان ما بيسلم إلا عن مين؟ أيوة، وقال له مصلحة. أما إذا ما في مصلحة أو لا يعرفه أو يطب راسه، شو بيعمل؟ بيضلوا ماشي. هذا خلاف السنة. السنة تسلم على مين؟ على من تعرف ومن لا تعرف. طبعا مش أنه تشوف النساء تسلم عليهم الرجال ما تسلم عليهم، أو أصلا الرجل يسلم على الرجال. وإذا في امرأة أو نساء مجموعة، أو والله بالعمل مجموعة، لا إشكال. قال أما إذا امرأة بس يجب يصير يسلم عليها، يقصدها ما يسلم عليها إلا إذا كان عرضا. لخشية الفتنة، خشية الفتنة من ذلك. ودائما تكون التحية في الإسلام كما نعلم السلام عليكم، لأن السلام عليكم طلعنا كم حسنة؟ 10 حسنة. إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. وفي رواية عند أبي داود رحمه الله تعالى إذا قال ومغفرته 40 حسنة. إفشاء السلام سنة، ولكن رد السلام ماذا؟ فرض. يعني إذا إنسان قال لك السلام عليكم، واجب عليك أن ترد هذا السلام، تقول عليكم السلام، وأن يسمع ذلك. ما تقول بقلبك أو تأشر بس بإيدك، لا، تقول عليكم السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو ردوها. يعني أقل شيء تقولوا عليكم السلام، أو تزيد أحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتقول لي حرام يعني إذا قلنا مرحبا أو صباح الخير أو بونجور أو جود مورنينج؟ أو مش حرام، ولكن ما لك أجر. يعني لما تقول صباح الخير ما لك أجر، هونيك شو عم تاخذ؟ حسنات. تخيل أنت بدك حسنات، تقول لي إيه؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول. على الشاهد بالحديث وفشو التجارة. طبعا نرجع منذكر قلنا مش كل علامة ساعة يعني شيء مش منيح أو شيء سلبي، لكنه بآخر الزمان تكثر التجارة. قال لك حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. قال وهذا الشرط واقع حادث. مثل الآن، الآن أغلب النساء شو عم يفعلوا؟ يعملنا سواء مع زوجها بالعمل أو بالشركة أو ربما وحدة، وخاصة الآن الصعوبات المعيشية. إن قال أي إنسان بده يتزوج، بده يؤسس أسرة، إذا الزوجة ما بتكون تعمل ما بيقدر يؤسس ماذا؟ هذا المنزل. ولكن وإن شوي توقفت الآن، مشاكل كثيرة تأتينا من وراء قضية عمل المرأة إذا كان لا يوجد وضوح. كيف يعني؟ أول شيء بده يعلم الرجل ولو كان في اتفاق أن هذه المرأة تعمل وتساعده أنها هي متطوعة. هذه نقطة أساسية بده يفهم الرجل الزوج، أنه هي والله إذا تعمل وقالت له حضرني أعمل واشتغل، ليس من باب الفرض، لأن الزوجة ليست ملزمة ومجبرة بماذا؟ بالإنفاق على المنزل، إنه ولا تفتح هي وتدفع أجار البيت، أو هي تدفع قصة المنزل، أو دا تدفع الكهرباء، أو دا تدفع المي، إلى آخره من المصاريف. إذا هي تقدمت بذلك فهي متبرعة وليست بماذا؟
ملزمة بذلك. من فترة جاء سبحان الله حالي نامت زوجي قلت لها بدفع له قسط الجامعة. شو بدفع له قسط؟ قال لها عشان نحسن وضعنا المادي، هي بتشتغل، قال لها بدي تسجل بالجامعة لحتى يصير معه ماستر، فما معه هو يدفع قسط الجامعة، بشغله عم يشتغلوا عنده قسط البيت، فهي بتدفع مصروف البيت، الطعام والشراب والكهرباء والماء والى اخره، زائد شو قصه الجامعه. اخر شيء شو اختلفوا على الكتب؟ مضحكي مبكي على في الكتب، هي هون بطل تتحملها، شو كتب وما كتب، وعنده تصوير وبده صار مصروف، على ما انت عارفين اللي عم بيشتغلوا انا معاشه قليل، بيدفع دغري لقسط البيت بطل معه شيء. فسبحان الله هي بطلت قادره تصبر على هذا الامر، بالاضافه الان ما عم بعملها معامله حسن، انه فوقت وانا صابره بهينه وبسبه والى اخره. الشاهد انه يصير في تواكل اوقات في بعض الاحيان من هذا الرجل او الشاب على من؟ على زوجته. مش حرام انه ولا تشاركه او تعمل، ولكن لابد ماذا؟ من وضوح، وخاصة إذا بالشركة، يعني إذا هي معه بالشغل وعم تشتغل، هل هي والله الشركة إلها باسمها؟ هل هي موظفة؟ هل شو موضعها؟ ليه؟ لأن سبحان الله أول شيء في حياة وفي موت، وربما بعدين ما يصير في وفاق، يصير في طلاق، يصير في خلاف، إنه أنا عم أشتغل معك، أنا اللي عملت لك اسم الشركة، أنا اللي كنت أشتغل، أنا اللي كنت أنزل، أنا اللي كنت أجيب زباين، نص الشركة إلي، لا و... فشو بيصير فيه؟ نزاع. أو يكون ما بتعمل شيء، تنزل بس بتتسلى بتشرب قهوة وكذا، وكاتب لها صار ما صار، قالت له إيه ما الشركة إلي، طلع لبرا. يلا شوف بقى شو بده يعمل. فالإنسان بده يكون عاقل، العاطفة والمحبة والمودة هذا مطلوب، نعم، وإكرام الزوجة مطلوب، ولكن لابد بحدود، ولابد ماذا؟ من تفهم والأخذ بالأسباب. مع أنه الإنسان يسيء الظن بزوجته أو أنه معناته بده يطلقها أو لا، بس الإنسان لابد أن يمشي وفق الشرع. وفق الشرع لك أهم شيء توضح، أي إنسان بأي عمل بأي تجارة يكون في شيء مكتوب، إنه أنت والله بتشتغل عندي شغيل موظف، أنت الشريك معي، أنت الشريك، طب الشريك بقدر نسبي بكذا وكذا وكذا، وخاصة بين الأقارب، لربما يتطور الأمر والله هالشركة كبرت، صار يمكن عند الزوجة، بعدين دخلت يمكن أهلها، بعدين ولما يدخل المال النفوس تضعف والشيطان يدخل وبيصير في خلافات. ياما في بيوت انخربت من وراء ماذا؟ قضية المال وقضية التجارة وقضية الأمور الدنيوية. فملخص قبل ما ننتقل لعلينا أخرى كسرة الزلازل، قضية عمل المرأة منه حرام، ولكن الراتب طالما إذا العمل حلال وبرضا الزوج، وبرضا ماذا؟ الزوج، يعني الأصل أن الزوجة تهتم بشؤون ماذا؟ بيتها وأولادها وزوجها. لأن إذا الزوج قال لك في أولاد وفي مسؤولية وأنت عم تقصري وأنا مأمن لك كل حاجاتك، تفضلي بدك تقعدي بالبيت، بدك تقعد في المنزل وتقوم ماذا؟ بشؤون بيتها وبشؤون زوجها. أما إذا أذن لها فلا إشكال في ذلك، وهنا إذا أذن لها لابد أن يصبر على التقصير، لأن سوف يحصل تقصير، ولا يعقل امرأة تعمل وعندها أولاد وما تقدر تلحق لشو؟ للبيت والأمور المنزلية وتربية الأولاد وتعليم الأولاد والطعام، ما ممكن تلحق، ما متخيل هذا الأمر. لذلك غالبا اللي بتعمل بصيبه شو بده يجيبه؟ خادمة. وهون كمان بصير في نزاع، بقول لها ما انت اللي عم تشتغلي صار بدنا خادمه، انت تدفعي للخادمه،
هاد خلص وهربت الخادمة وهاد روح جيبه وبلغ عن الخادمة عن العام وخربتينا بيتنا هيك الآن عم بتصير سبحان الله المشاكل. وتشوف لما رب العالمين سبحانه وتعالى والشرع عزز المرأة أنه يكون في بيتها في منزلها كالملكة، في أمور بدها تأديها والزوج يؤدي الأمور الواجبة عليه تستقيم هذه الحياة الزوجية. ولكن كما ذكرت يعني الواقع الآن خاصة في لبنان حدث ولا حرج اللهم لا حسد، يعني الأوضاع المادية تضطر هذه المرأة للعمل، فعلى الزوج أن يصبر وما يجي أي تأفف منها أو كانت معصبة تعبانة يجي يزيد عليها، يعني انك والله حطيت له الاكل شوي برد جاي سخنيون حسب خاصه انت تاخرت بالحمام وبدي اشتغل شغله ثانيه بدي لحق نام بدي في الصبح عندي شغل، راح طرق الاكلات ضربهم بالارض وقع النزاع وقع ماذا الخلاف. من اشراط الساعه ايضا كسره الزلازل. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. تسمع الآن في هزات أرضية وفي زلازل في كل فترة نسمع بذلك، هذا من علامات الساعة في آخر الزمن. تمهيد لماذا؟ في سورة اسمها شو؟ الزلزال، يعني يوم القيامة كله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها كله تتزلزل. وقال الإنسان ما لها، سير الإنسان شو عم بيصير شو؟ قال يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم بإذن الله تعالى. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخباره؟ شو أخباره؟ شو بتقول؟ قال تحدث ما فعل على ظهرها على كل عبد وأمل، تشهد عليه كل إنسان كل رجل كل أمل. ولا فلان جاء إلى المسجد وقعد مجلس ألم مثلا، قرأ قرآن سواء في البيت أو في المسجد أو في أي مكان. فلان آخر والعياذ بالله ذهب إلى شرب الخمر، يشهد عليه هذا المكان. ذهب إلى مكان فيه دعارة والعياذ بالله والزنا، يشهد عليه. ذهب إلى مكان أغاني ورأس وموسيقى الاختلاط والرقص والسفور والنساء كاسيات عاريات و بلك احتفال رأس السنة وكمان هذا كله، تشهد الأرض يا رب فلان في اليوم كذا في الساعة كذا عصى أو فلان أطاع. قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، لمين؟ قال الكفار فرعون. مين بيكون على شاكلة فرعون من الطغاة ومن الكفرة ومن قال السماء والأرض ما بتبكي عليه. ليه؟ لا بالعكس، الأرض ارتاحت من فسقه ومن كفره ومن طغيانه. قال تبكي على المؤمن، أما إذا مات المؤمن أو ماتت المؤمنة تبكي الأرض عليها، والله فلانة كانت والله في منزلها تقوم الليل وتصلي تدعو لزوجها لأولادها لنفسها تقرأ القرآن، فلان كان يذهب إلى المسجد في الظلمات إلى صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة تشهد له الأرض إن هذا فلان كان طائع. شوف الفرق، فالأرض بتبكي عليه إن فلان كان يقعد علي ويذكر ويصلي، يصير تبكي الأرض عليه. أيضا السماء تبكي، ليه السماء بتبكي؟ قال أن في باب لرفع الأعمال وفي باب لنزول الرحمات، باب لرفع الأعمال وباب لنزول ماذا؟ الرحمات. باب لرفع الأعمال الصالح بطل في أعمال مات هذا الإنسان، وباب لنزول ماذا؟ الرحمات، مات هذا الإنسان كيف بدها تنزل هذه الرحمات؟ مر معنا سابقا أنه الحكمة لم يرفع أيدي الأيدي
عند الدعاء لأن الرحمات عم تنزل وشو عم نعمل؟ عم نمسح. ومن أشراطها أي الساعة، شو شايفين بالصورة؟ خسف، مش إنه هون بقلب لبنان الأرض بتشلق بدون شيء، يعني ما بدها لا هزة ولا زلزال لوحدها الأرض بتخسف. نعم ما في هون خسف، يعني بقدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى بصير تلاقي الأرض انشقت وبلعت من عليها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. ثلاث أمور، خسف واضح ربع مين يخسف بهم الأرض، وين أخطر شيء لما يخسف بناس عم يعصوا رب العالمين. تشوفوا على اليوتيوب تشوفوا إنه في ناس كانوا عم يشربوا خمر و أو برقص وغناء، كيف رب العالمين صارت باليهود وصارت بغيرهم، خسفت الأرض فيهم وبلعتهم. الآن يعني منذ زمن فترة قليلة، مش والله عم بحكيك قصص قديمة، ثلاث سنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه عن المتكبرين اللي يكونوا عم يمشوا في الأرض عندهم خيالات وعندهم تكبر وعجب. ذكر عليه الصلاة والسلام أحد هؤلاء قال فخسف الله به الأرض، لهذا المتكبر كان عنده خيلاء بمشيته، قال فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. يا لطيف في الأرض. طيب شو المسخ والقذف؟ شو يعني المسخ والقذف؟ مسخ شو يعني المسخ؟ إما المسخ بالصورة شو بيصيروا؟ قردة وخنازير. يا لطيف. يمسخهم الله عز وجل، والله عز وجل قادر على ذلك، بيصير وجه قرد أو خنزير. وإما المسخ ماذا؟ بالأخلاق، تصير أخلاقه والعياذ بالله ذميمة كالقردة والخنازير. طب ما المراد بالقذف؟ شو القذف؟ بالحجارة، بينزل عذاب من السماء. قذف بماذا؟ بالحجارة، يعني نوع من أنواع العذاب، يعني مثل ما صار بأبرهة الحبشي. شو صار فيه؟ بأي سورة؟ سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شو صار؟ أصحاب الفيل هذا أبرهة الحبشي من بلاد الحبشة، كان جاي وشو بده يعمل؟ يهدم الكعبة، وجايب معه فيل عظيم. وصل أمام الكعبة بإذن الله توقف، كل ما يجروه باتجاه الكعبة ما يتحرك غير اتجاه يمشي. قال فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. شو يعني طيرا أبابيل؟ طيرا أبابيل مين صياد؟ مش عصافير، هي ما اسم للطيور أصلا، هي وصف إنه كيف إجوا، إنه مجموعات. هلا في ناس فكر أبابيل اسم طير اسمه شو أبابيل، لا مش وصف، إنه كيف جاءوا مجموعات. وكل طير يحمل ماذا؟ هذه الحجارة. تنزل على كل واحد من هؤلاء الجنود اللي مع أبرهة اللي جاءوا ليهدموا الكعبة باسمه، وتصبح سجيل ممدود، يعني بتصير كتلة مثل النار، هي منطير وتنزل عليه وبتلحقه وبتقتله. يعني مثل الآن كيف يقول لك صاروخ حراري بيروح شو جرحه موجه ويصيب الهدف. فالقذف نوع من العذاب، نسأل الله عز وجل السلامة، يكون أيضا وفي حجارة تنزل
من السماء. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قلت يا رسول الله، شو قالت له؟ أنا طب ما أقول نهلك نحن ويزل فينا الهلاك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. شو يعني الخبث؟ أيوة، الحرام والمعاصي والفواحش ولو في صالحون. ليه؟ الآن صالحون من المصلحين، في فرق بين الصالح وبين من؟ وبين المصلح. صالح بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيقوم الليل وبيستغفر، شو بدك بيعمل، بس ما بيحكي حدا بالأمور الإيمانية. يمكن يكون مرته، ما بقول لها قوم صلي الفجر، قولي تصلي في الفجر، ما بدي اسمع صوتك، شو بدي اسمع صوتك، او بدك تأمر انت شو بالمعروف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما بيكفي تكون انت صالح تكون مصلح، وأنذر عشيرتك الأقربين، زوجتك ذكرها بالصلاة إذا ما بتصلي، أو ربما بالعكس الزوجة، ذكري زوجك ماذا بالصلاة، بالحجاب ذكرها، بالصدق. هلا بيجي معنى الكذب، الكلام عن الكذب، إذا الزوجة تكذب والعياذ بالله، أو الزوج بدي يذكر الأولاد، الجيران، أصدقاء. هل عم نكون مصلحين أم فقط والله بقول لك أنا صالح ما بأذي حدا وبصلي وبصوم وبروح كل سنة عمره وحاج ما بعرف كم مرة، بقول الله يجزيك خير، بس أنت عم بتذكر؟ وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ تنفع المؤمنين بإذن الله. هذه قضية كثير مهمة، إنه قالت وفينا الصالحون، نعم في صالحين يكون، ولكن بطل في من؟ المصلح. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يعني إذا ما عملت ذلك ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. يا لطيف، مثل الآن ما في أمر معروف، ما في نهي عن المنكر إلا من رحم الله، ما في مصلحين قل ذلك. لذلك من أشراط الساعة ذهاب الصالحين. لوين بيروحوا؟ بيموتوا. يذهب هذا الصالح ويموت وينتهي أجله، يتوفاه الله، بس ما في غيره، قلة. يقول الله فلان كافي بالمنطقة رجل صالح أو رجل من أولياء الله أو ما، بس ما في شو غيره. تسمع والله أبو فلان كذا كان معروف، كان عنده كرامة، كان عنده، بس الآن ما في إلا بتسمع فلان النصاب وفلان اللي بغش وفلان اللي آكل أموال العالم وفلان يا لطيف اغتصب فلاني وفلان تاع المخدرات وفلان تاع الحشيش وفلان تاع كله. شو بتلاقي؟ أعلان بس بشو؟ بالفساد، وفلان ببيض أموال، وفلان ببيض طناجر، قد بكون ذات وجهين المنافق، وجه هذا بيمدح وكذا بروح بيحكي عليه، يعني كلها ألقاب وأناس يشار إليهم بس مش للصلاح ولكن شو؟ للفساد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته. شريطته يعني أهل الخير والدين، أهل الخير والدين والصلاح. أيام زمان تسمع والله فلان متكفل بعالحي بعائلات، وفلان متكفل بعلى الأيتام، وفلان الله فيه الحمد لله ما نقول بطل فيه، بس نسبة صارت قليلة. الآن بدك تروح تطلب من الناس، تروح شو؟ تطلب من الناس. كان أحد العلماء خبرني كان بالأزهر إنه في ناس يتكفلوا بالطلاب، خاصة أغلبهم يكونوا سبحان الله إنه محتاجين ويكونوا
من خارج بيروت من الضياع أو حتى من خارج لبنان اللي جايين من غانا من كذا، فحدا يكفلهم بالطعام، حدا يكفلهم بالثياب، حدا يكفلهم بالكتب، حدا. الآن في طلاب ما ممكن يجيب الكتاب، أو في طالب ما معه يدفع السنة يعني الأقساط ما معه. تخيل طالب علم ما في حدا، إذا تقول ما يروح يشتغل، في ناس مثلاً الأقل ما يروح يشتغل، ما يتعلم أشو يروح يشتغل، بقول لك أنا خلص الزكاة مثلاً، ما هي ده صدقة جارية. تخيل واحد كفل بطالب علم، هذا طالب العلم تكفلت فيه وتعلم وخلص وعم بيعلم الناس كل شيء، عم بيعلمه بصحيفة مين يلي هو تكفل فيه، كان سبب انه هذا تعلم وتخرج. تخيل لو هذا ما تكفل فيه وما حدا دفع له وطلع وراح اشتغل، سبحان الله. ولكن اجى احد كفل بهالطالب وتخرج سبحان الله وصار معه علوم شرعية وراح عم يعلم الناس كل حديث، كل حكم شرعي، كل صلاة، كل تلاوة قرآن، كل أمر بالمعروف، كل نهي عن المنكر، كل إصلاح بين الناس، هذا بصحيفة مين اللي كان سبب بتاعه. وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس. ما في كثير ناس يقول لك صدقة جارية بس عمر جامع وبير مي، هذا الناس اللي حافظين انه هذه الصدقة الجارية، لا مزبوط هذه من الصدقات الجارية، بس قدير كفالة طالب العلم من أعظم الصدقات الجارية، من أعظم الصدقات الجارية. تخيل في أخ كان يمكن من غانا جاء سبحان الله، وفي ناس تكفلوا فيه ولا عم يشتغل بالدعوة بغانا، هناك في جهل كتير في مناطق عم بيعلم قرآن ومركز قرآن وبصلي بالناس وإلى آخره. فتخيل سبحان الله هذا اللي تكفل فيه هون بلبنان كان سبب، راح هذا عم ينشر الدعوة والدين ببلاده، وقد ايه يكون سبب انه الناس سبحان الله اهتدوا على يديه. فقديما كان في اهل خير ودين تلاقي عم بيتكفل وبكميات سبحان الله، واللي بيعطي رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا بيعطيه. الان مثل ما قلت برجع باكد الله الحمد لله فيه، بس للاسف النسبه قليله، والبعض يشكك ربما عن حسن ظن او عن سيء ظن، يعني ربما حتى يكون منصف بيشوف بعض الحالات انه في ناس نصبوا، بس مش كل الناس نصابين. انت اذا بتوثق بجهه خلص او شخص وكله، لان هذا وقت يكون باب من ابواب الشيطان لمنع الخير. يعني انت بتتحمس، يجي الشيطان يقول لك بركي هذول جماعه نصابين او هياخذوا المصاري او لا تتحرك. ما كل العالم من ما فيها خير، كل العالم بتكذب. حتى في مثل بقول لك لو خليت خربت او فنيت، في روايتين عند الحوادث من واحد يفسر هذا القول، انه بتخرب الدنيا وبتفنى الدنيا ساعتها سبحان، بيبقى فيها ناس الحمد لله بيفعلوا الخير. قال لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته، أي أهل الخير والدين من أهل الأرض، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رواه الإمام أحمد. شو يعني عجاج؟ الغوغاء والأراذل، يعني ناس غوغائيين بيحكوا يعني مثل بجعد، لا عنده علم، لا عنده دين، لا عنده فقه، لا عنده ولا شيء، تكون من أراذل القوم، بصير هو بده يتصدر، هو بده يحكي، هو بده يتكلم، هو لا يعقل ولا يفهم أي شيء من الدين. إذا يمكن عمل شيء خير لمصلحة لنفسه، والله في انتخابات أقول بلدية أو انتخابات ما بعرف شو، بصير ببلش بيعمل خير لحتى شو ينتخبوه، ما في ما بيعمل. وشوفوا أنتوا على معايير الإيمان، صلاة يمكن ما بيصلي إلا ما رحمه الله عز وجل، كي بس الجمعة بيجي بدون وضوء، ما بيعرف يمكن يتوضأ أو. فتخيل هذا الزمن اللي نحن الآن
وصلنا إليه. قالك لا يعرفون معروفة ولا ينكرون منكرا. لذلك من أشراط الساعة ذكرنا بعد دغري قال ارتفاع الأسافل، يعني هدول إن أسافل الناس وأراذل القوم، ولأن الفسقة بيصيروا هن شو بدوا يسيطروا ويستلموا. قال فيكون أمر الناس بيد السفهاء والأراذل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس ماذا؟ تجي سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هذا اللي حكينا عنه نهار الجمعة. قال السفيه يتكلم فيأمر العامة. يا لطيف، شو النبي صلى الله عليه وسلم هنا نرى في هذا الحديث عم يكلمنا عن هذه السنين اللي نحن الآن عايشين، يصدق فيها الكاذب. تخيل يعني واحد يكون كذاب يكون معروف انه كذاب، واضح انه عم يتاجر والله بالنفايات وعم يقص، هذا بيتهم هذا وهذا بيتهم هذا وهذا، بكون والله بشركة معينة بكون في واحد صادق أمين بيجي يقول له صاحب الشركة إنه والله في فلان والله ما عم بيداوم، بيروح بفل بيقضي حاجاته وكذا أو أوفر تايم بيجي بس بتكس. طب هذا مال حرام، بقول له ليه عم تفسد؟ ليه عم تعمل؟ بصير بيعطيه درس بالأخلاق، ليه عم تعمل غيبة ونميمة؟ ليه؟ اخصموا له، أنا جاي عم بنصح بقول لك إنه والله فلان يا معلم عم بيعمل ويساوي وكذا، هذا فلان عم تبعته مشوار بيروح ساعة ساعتين والمشوار بده نص ساعة، عم بيروح يودي أمور خاصة أو بروح على البحر أو هذاك. بيجي الخائن والكذاب كلمتين لمعلمه شو معلم واو انت القصة وانت فبقربه، خي هذا عم بيكذب عليك عم بيمثل عليك عم بيمثل تقول نجوخ و لا لا زد له معاشه، وهذاك الآدمي شو عم بياكلها انه هذا اللي عم بينقل كلام، هذا اللي عم بيحكي لا حول ولا قوة الا بالله. او بدشوه يعني على مثلا بعض وظائف بالدولة اذا ما كلها كله شو بيبدو رشوة، هني بسموها هدية إكرامية للأولاد، للأولاد أولاد مبينة رشوة للأولاد، هذيك الأولاد تكون طالعة من نفسه بتمشي المعاملة، مش ولا بتوقف المعاملة ما بتمشي إلا لتجيب له للأولاد أو تنكة زيت أو ما بعرف شو أو، فهذه رشوة ما بتمشي إلا لا يدفع رشوة مال حرام. فيمكن يكون في حرام واحد صادق أو وصفة صادقة تصير هي اللي شو تتهم وكلهم بيتفقوا عليها، ولك أنا هيدي هلأ إذا ضلي هتخلبطنا شو تقسيمي كلها، يعني هلأ إذا في معامل هي مشيطة وما قبلت هتفتح الآن علينا أنه لا فلان ما قبلت وانتو أخذتوا وكذا، وهذه سبحان الله عم نشوفها من فترة كفت سألتني قدمت شيء على الدولة أخذوها زي كاتبة أو شيء، فنفس الأمر قالوا لا دغري مين المسؤول عنا، قال لا هيدي على الأرض وهيدي في التسعيرات الآن إنه كذا، قلت له ما بدي أخذ، قال شو إيش بك هذه هدية إكرامية ما في، قلت له طب بدي أسأل، فسألت وسألت وسألت كله يعني أسألوا له على ما إنه أكيد لا، يعني ما طلع من نفسه الإنسان مبين واضحة، قلت لي كلهم هلا صاروا متفقين علي ما عارفين كيف شو يطفشوها او يعملوا لها شو ضرب خايفه حرام يعملوا لها شو ملف او شيء يتهموها ويطلع الضرب ماذا بها. هذا اللي خبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المال الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. هون ارتفاع الاسافل، يعني بيكون عم يسرق الناس وعم يتاجر بالمخدرات وعم يقتل الناس وبرغبته في دماء و و و، هذا شو بصير الزعيم وهذا بيهتفوا له لبيك وسعديك و، فهذا تخيل ك
كيف بده يحمل هذا لواء الضلالة يا لطيف ويتكلم بأمر العامة، وهذا يدخل مع هؤلاء يا لطيف إلى النار، يعني ماشي بطريق شو غير سوي. تقول لي كيف؟ النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم أن الرواي بدأ السفيه، السفيه يعني التافه، ولكن يؤثر بالناس ولجهل الناس وضلالة الناس وعصبية الناس يتبعونه. قال فيهوي هو ومن اتبعه في النار والعياذ بالله. من أشراط الساعة صدق رؤيا المؤمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وهذا بصير اصطفاء طبعا وخاص بالمؤمن الصادق. شو الفرق يا سعيد بين الرؤيا والحلم؟ لما نقول رؤيا شو يعني يا محدين؟ يعني من الله عز وجل. أما نقول والله هذا حلم من مين؟ يعني من الشيطان. كيف منفرق بينهما؟ تفضل أحمد خطيب، كيف بتفرق بيناتهم؟ أيوة، الأشياء اللي بتكون غير سوية ممنيح أي من ضيق وكوابيس وهذه بيكون أضغاث وأحلام من الشيطان. عشان هلا بنحكي عنه إذا طقل بالأكل أو حاضر فيلم رعب، لأن في شيء إما يكون أن يكون من الله الرؤية اللي بيشوفه الإنسان وهو نائم، وإما أن تكون من الشيطان هذه المنامات أو الحلم، وإما أن يكون حديث ماذا؟ حديث نفس. واحدة من ثلاثة الأشياء اللي بيشوفها الإنسان. الرؤية المؤمن هذه اللي بتكون بآخر الزمان سبحان الله يؤيد فيها الله عز وجل المؤمنين تكون صادقة، وحتى ورد حديث من أجزاء النبوة التي تتحقق ويكون فيها إناس لهذا الإنسان أو تسلية أنه إن شاء الله بشوف شيء بيرتاح له أو شيء بده يصير أنه بشوف شيء أنه إن شاء الله يتحقق، فهذا من الله وإلهام من الله. أما ما يكون من الشيطان يعبر عنه العوام مثل الكوابيس، إن والله حدا عم يقتله حي عم يلتف عليه عقارب حدا تنين لاحقه إلى آخره، هذه أشياء غالبا بتكون ماذا؟ من الشيطان. طيب النفس إما بيكون بسبب شيء يعني جسدي، يعني مثل أنا واحد أكل كتير مأثر عليه، حاضر فيلم قبل ما ينام خايف رعب أو شغل عم بيفكر فيها كتير، شو بتصير باللاوعي؟ بصير بيشوف، بصير بيشوف شو اللي بده يحدث فيه وشو اللي ما بيحدث فيه. الأشياء اللي ما منيحة لا يحدث بها، قال يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتكلم فيها لأحد ولا يفكر فيها خلاص، إلا اللهم إذا بدي يستفتي ما عرفين سأل الشيخ بقول له هالكلام وبيصف النظر عنه. الرؤية شيء الحسن قال لا يحدث فيه إلا من يحب سبحان الله. ليه؟ قال لكي لا يحسد، لكي ماذا؟ لا يحسد، ولكي أيضا لا يغتر، يعني يبقى إنسان يكرم أنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة، وهذه رؤية من الله. فهذه ما تحدث فيها مين مكان، أول شيء حتى ما يصير عندك عجب الناس يقول لك ما شاء الله أنت بتشوفه كذا وهو إلى آخرين، أو خشت أنه يحسد هذا الإنسان، أو إذا بده يسأل كما ذكرنا كمان العلماء ليقولوا له إياها، وأيضا بده يكون حدا يعلم بالتأويل. يعني كثير أوقات ناس بيسألوني أنا ما عندي علم بالتأويل الرؤى، فبقول له ما بعرف. ليه؟ لأن تفسير الرؤيا نوع من الفتوى بيصير، ما في كيف مكان تقول له إنه خلص عميل هيك أو والله شوت على كتاب مين ابن سيرين، أو ولو في كتب بتفسير المنامات ما فيك أنت تعتمد عليه، لأن أصلا كل رؤيا أو كل منام بيختلف تفسيره من إنسان لآخر. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ما جاء أو رجل قالوا شفت أنا أذان، قالوا أعطوه على الحج، واحد ثاني نفس الشيء قالوا أنت صاري، تخيل نفس الشيء، بس ليه هذا قالوا أنه في سرقة، ذاك قالوا رايح الحج،
بالقرآن ذكر الاثنين، سيدنا إبراهيم شالوا رب العالمين وأذن في الناس بالحج إلى آخر الآية. وبسورة يوسف أذن مؤذن منهم، شو قال لهم للعير؟ أنه في منكم سارقين فتخايل. ولذلك هذا يحتاج أيضا إلى فراسة، يحتاج ماذا؟ إلى فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. ومن أجل ذلك هنا نتمم الفائدة قضية المنامات في قضية الاستخارة. هل يشترط يشوف شيء يا زياد؟ بيجي زياد قال لي والله بدي اشتري سيارة، صليت استخارة وطول المنام شايف حالي شو عبسوق على السيارة وفاتح السقف وما بعرف شو قال لي يعني شو بشتريها يا شيخ للسيارة؟ آخر شي بيطلع مستعيرة. شو يا زياد؟ هيدي. فبقول له هون لا يشترط. ليه؟ يعني أصلاً أنت عم بتفكر بالسيارة، ممكن أنت عاجبتك وبدك إياها، بس يكون ما فيها خير. سبحان الله، اللي شفته أنت شيء اللي عم بتفكر فيه. فقلت لك شو بعمل؟ لك ولو شفت يمكن هذه الرؤية، عليك أنت تصلي الاستخارة وتشوف شو تشعر وشو عم بيصير. هل عم تشعر بانقباض صدر أم بانشراح؟ هل عم تتيسر الأمور أم عم تتعسر؟ يعني انت تشوف بالرؤية انه والله عم سوق السيارة ومبسوط، بس لما تروح تشتريها تجيب الميكانسيان تشوف وراءها بلش تتعسر. الميكانسيان قالك لا الهيئة بيني فيها ضربة، وهذا شو نافضة مبين، ولا الرفراف فارق شوي او غطى الموتير، يعني مبين هذه ملعوب فيها. رح تخلص وراءها، الوراء ما بعرف في وكالة وفي ما بعرف شو، يعني في علامات شو انه تعصب. واحد ثاني جاب ميكانسيان قال له هذه لقطه وما فيها شيء والوراق جاهزين والى اخره والمصاري جاهزه وبين فيها ماذا تيسير. فهذه علامات الاستخاره، اما عم تتيسر الامور او سبحان الله ما عم تتيسر. هل عم يشعر بانشراح صدر او بانقباض؟ ما بتتوقف على قضيه فقط ماذا الرؤيه. ممكن الرؤيه اذا كان شيء منيح مثلا على افتراض وشعر انه من الله والها يستانس به. دائما الرؤى والمنامات لا يبنى عليها احكام. يعني وحده حامل قالت لي شفت بالرؤيا بدي اسمي ابني عبد الاحسان، قالت لي انا جاك شفت بالرؤيا. شو هالرؤيا؟ بالاول شيء الاسم مخالف للشرع، ما بيجوز في عبد شمس وعبد غير ما نقول عبد الله او عبد الرحمن او عبد اللطيف، يعني يكون اسم من اسماء الله الحسنى بعد عبد لا يجوز. احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن. هلا ما عبد وحمد منه حديث للرسول، في كثير ناس بيقول لك ما عبد وما حمد، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس معناه صحيح انه يكون اسم عبد الله او عبد الرحمن او على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد او احمد ما في اشكال، بس كحديث مثل نقول ما عبد وما حمد. واضح؟ لا عيلتك لو واحد قال له فلان عبد وقال عيلته ما في اشكال، بس والله اذا ذكر عبد الله عبد الرحمن يعني بالتذكره ما في اشكال، بس ما يكون بالتذكره اسمه مركب من عبد والمضاف إليه الاسم الثاني بعده مكتوب والله عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد المسيح أو عبد الحسين، ما بيجوز الشرع. هذا يكون اسم عبد بعد الاسم الآخر اسم من أسماء الله الحسنى. واضح؟ فهذا أول شيء اللي شفتيه كاسم مخالف، حتى ولو اسم منه مخالف، انه والله سمي عمر او يوسف او قالت لي انا حابب اسمي اسم ثاني، هل ملزمه بالرؤيا او بالمنام اللي شفته سمي نفس الاسم؟ منها ملزمه شرعا. واضح؟ من اشراط الساعه
كسرة الكتابة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، وذكر منها ظهور القلم أي والكتابة. لأن سابقا ما كانت ماذا؟ منتشرة ذلك. طبعا هذا من شيء أنه ممني، بالعكس شيء يدعي إلى العلم وإلى الكتابة وإلى التدوين، فلا إشكال في ذلك. صلى الله عليه وسلم حسب أودكم منا رؤية، يعني بمعنى أود شوف واحد ما في ما تتطبق عليه مواصفات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حتى رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء أنه بده يكون شاف ما وارد في السنة، أنه هل هذا الشخص اللي شافه كما ذكر في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. هون إذا كان مثل أنه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم بصير بيذهب بتقولنا لعالم بأول له الرؤية، بقول له يمكن إذا عم يأمره بخير أكيد ما في إشكال بيفعل، بس كمان مش على الوجوب. يعني إذا قال له والله تزوج فلان، أو ممكن يكون مستحب إذا متوفر الشروط والكفاءة والأشياء المطلوبة شرعا. واضح؟ نختم: ومن أشراط الساعة كسرة الكذب والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله شو مكتوب؟ كذاب والعياذ بالله. يعني تقولوا في ناس بيصير في دمهم الكذب بأي شيء، شو عم يكذب مع زوجته مع أولاده مع أصدقائه مع ما في حتى ولا بالمزح. عملنا مرة خطبة كلها كان أخونا سامر وقتها موجود، كلها حكيناها عن الكذب وعن المزح، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المزح ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام، كان يداعب الصحابة ومحدين كانوا ولا يقول إلا حقا. شو يعني إلا حقا؟ يعني الإبرة العجوز كنا بنعرفها، شو إيش بالإبرة العجوز؟ إجت قالت يا رسول الله بدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العجوز لا تدخل الجنة. فهو ما كذب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تدخل ماذا؟ شابة. إنا أنشأناهن إنشاء، شو كمان الآية؟ جعلناهن طيب شو يعني أترابا عربا أترابا؟ شو يعني؟ قال فوت شابة ومتحببات لأزواجهن. حتى النبي ما كذب عليها، هي فهمت شيء ودغري بلغوها، بس ما كذب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى كمان ما يظن الواحد انه فينا نكذب شوي بالمزح ونرجع نخبره الحقيقه، لا. يعني تخيل واحد قال له انا الخبص حفيدك دعس عليه الكاميون بحادث موتوسيكل ومات، تيجي تقول له عم بمزح والله في حادث، ما اذا شفت الصور يا لطيف، واحد هو زوجته وولد حادث على الموتوسيكل دعس الكاميون على الولد يا لطيف ومعس، يعني الله يصبر أهله. فتخيل إنسان يا لطيف قاعد عم يمزح على المزح، أنا والله رجع هداك حط إيده دغري على قلبه، يكون كبير بالسن أو عمره كبير، أنا حاجة عم بمزح، هي كانت إجت على الجلطة يا لطيف أو السكين. حتى في المزح لا يجوز الإنسان ماذا؟ أن يكذب. سيكون في آخر الزمان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: دجالون والعياذ بالله كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. وأخطر شيء اللي بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحاديث مكذوبة، بيجي يقول لك قال رسول الله الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا كذب متعمد، هذا ما هو حديث للرسول. هلا تلاقي قاعد أقول لك ما قال رسول الله، حديث كذب. هذا في حديث اخرى بمعنى صح بس مش هذا الحديث. جاء رجل عند رسول الله عم يستاذن النبي بده يروح يجاهد، كان جهاد فرض كفايه فتوحات، منه فرض عين، فرض العين لا يحتاج الى اذن الوالدين ورضاه، فرض الكفايه بده بر والدين واذن. قال له سالوا عن والديه، طلعت امه عايشه، قال له ارجع اليها فالزم رجلها فسمى الجنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم التزم رجلة، يعني معنى بر واخدمها واسمع كلمتها هون الجنة. أما تجي تقول هالعبارة وإن كان معناها صحيح ما فيك تقول قال
رسول الله. أو حديث آخر كما يقول عبد الشوف أنه اللي عليه قضاء أنه إذا إنسان فاته صلوات قال فليصلي في آخر جمعة من رمضان 4 ركعات. أخونا عبد سألنا عنه ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى 25 مرة سورة القدر و25 مرة إنا أعطيناك الكوثر. و أيوة ذكرت أنا نبهت عليها بالإذاعة فأنه يغفر له ما بعرف شو. هذا حديث ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاطي لك والله أنه خبر عاجل أو أنه بشرى للي عليه قضاء خلص حنينا لكم إياها. لا يعني تخيل العلماء 1400 سنة ما كانوا عارفين على الحديث هلأ أجا حدا اكتشف شو على الكذب ولا إياد بلا بيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك قضاء مهما عليك من سنين تحسبهم بتقدر شو بيغلب على ظنك بتبادر بالقضاء لو مع كل فرض حاضر فرض قضاء ولو إنسان مات بعد ما خلص طالما بادر وعنده النية الله عز وجل يتوب عليه. فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. تبوا ما تتبعون وتصدقون بصير في الفتنة خاصة عدم التثبت في نقل الأخبار يعني إشاعات يعني بيجي مثلا بتقولنا أي خبر أي حديث أي قصة تلاقي شو عم بيعمل عم بيبعتها كمان قصة تانية بنختم فيها إنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان دائما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني تكبية الإحرام طبعا الصحابة وجنب كان يواظبوا بس هذه القصة ما ثابتة فمرة تأخر فما كبر معه فلحقوا بشو بالركوع فهون سيدنا أبو بكر لما طلع من الركوع إنه شو سيدنا أبو بكر عمل حمد رب العالمين فأوحي النبي صلى الله عليه وسلم إن رب العالمين سمع حمده فقال النبي سمع الله لمن حمد فما شايف نحن بنقول شو سمع الله هذه كلها القصة شو غير صحيحة لا سيدنا أبو بكر صار معه هيك ولا إنه كذا ولا ما ثابتين يعني ما بحاجة والله إذا نبين فضل أو مناقب لسيدنا أبي بكر الصديق نقعد نقول قصص غير صحيحة لا ما أنا ثابتة هذه القصة فما فيك أنت مثل كمان من فترة انتشر حديث أنه التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله أنه شو بصير أنه طيور هي بالجنة وبينزل طير بالنهر وبصير ما بعرف شو بيطلع منه وإلى آخر وبيتكاثر هذا كله لا أصل له منه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعظم أنه مع أنه حديث مكذوب انشرها تؤجر وأقسم بالله العظيم أنت حلفت وما بعرف شو طب هذا كله لا أصل له ما بيجوز وأنت ولو قريتها ما حلفت. وأحد العلماء كمان نبه أنه قصة لما يحطوا لفظ الجلالة أنه لا تحط لايك وإذا ما حطيت لايك بيصير معك كذا وما بعرف شو كمان هذا لا أصل له هذا بصير والعياذ بالله في نوع من يعني الاستخفاف بصير في الدين وفي الترغيب بالدين ليست بهذه الطرق تحصل الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين أن يطهر ألسنتنا من الكذب لأن من يكذب الملك يبعد عنه قال من نتن رائحة الكذب خير يبتعد عنه خير يعني في نتن لهذه الكذبة والعياذ بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.